لك علاش الكود جول نتاع اليوم نتاع عاطف على الموضوع هذا. مرحبا عاطف. مسيكم بالخير. هيا سيادنا تسمعوش بيه اللي زار مرة وقالوا له ما عادش ترجع. هذه زيارة ليه وظهر لي فيه صاحبنا الجبالي طلع يفجع. مشى لدافوس في جانفي اللي فات، لا فهمها لا باش تباعت لا باش تشرات. هز معاه كمشة وعود انتخابية ومشى يدجل بيهم على المعلمية. اقتصادنا بخير غير يجاو بحذانا. جاو المستثمرين يشوفوا يلقاوها حاشا من يسمع جبانة. كملوا قوموه البنكاجية وهبطوا له في الرتبة. ما فهمتهاش الحكومة هذه حكومة ولا حاشاكم عتبة. البارح كان معانا عاقل اسمه سي منصور معلا، شاف البلاد تقسمت على ألف ملة وملة، انصح وقال خافوا ربي في الزواولة يا عباد، راهو النفس قريب يتقطع في البلاد. وأربع كلمات في الصحافة ما تسترش الفساد. جرايد تطبل على الانتعاش الاقتصادية والحكومة تلقف ما عندهاش حتى وزير مالية. وناس من اللي خايف على الخبزة للي على مستقبل أولاده مفجوع، ولا وجهار نادمين على أيامات المخلوع. هاو سي حماد جبالي عاد ظهر لي فيه سمع الكلام، ومعاه حامد القروي وشوية أزلام، ناويين بمعون البارح يقدموا القدام. الحاصل أش مازال على تاريخ الانتخاب، إن شاء الله فهمنا درسنا والمرة الجاية ننتخبوا بالصواب. ونذكروا الحكومة هذه اللي كل بلاد وليها أرطال، ونختموا ونقولوا دوام الحال من المحال.